هتركزوا معايا كده يا شباب. اول حاجه عندي دي prepositions of place او حروف الجر بتاعت المكان. اول حرف جر عندي اسمه in front of، الاف بتتنطق في، in front of، in front of. هنا عايز اقول ان القطه امام الصندوق، يبقى اقول the cat is، لازم اقول is دي عشان الكات مفرد. The cat is in front of، the cat is in front of the box. يبقى ده in front of يعني امام. عندي بعد كده on، بنضغط كده نقول on، ما نقولش on on. يبقى هنقول هنا ان القطة فوق الصندوق او على الصندوق، يبقى قلت the cat is on، the cat is on the box، the box، the cat is on the box. عندي بعد كده behind يعني خلف، behind. The cat is behind the box. ما تنطقش الدي بتاعت behind. قول the cat is behind the box. The cat is behind the box. القطة خلف الصندوق. هنا هي في، يبقى in. يبقى قول the cat is in. The cat is in. The cat is in the box. The cat is in the box. أربع جمل بأربع حروف جر. In front of، قلنا the cat is in front of the box. On، قلنا the cat is on the box. Behind، قلنا the cat is behind the box. In، the cat is in the box. Between، between، واحد بين اثنين او حاجة بين حاجتين، نقولها كده between، between، واحد بين اثنين او حاجة بين حاجتين. between، بين، لازم يكون بين حاجتين. يبقى هنا اقول ان القطة between الصندوقين، يبقى the cat is between the boxes. The cat is between the boxes. القطة بين الصناديق أو بين الصندوقين. The cat is between the two boxes. ممكن أقول كده. Under، الـ ER أعملها بوز بطة كده. Under، under. The cat is under. The cat is under the box. The cat is under the box. The box. The cat is under the box. Next to، ننطق كده ونقولش next to، لا next to، next to. أيوة، يبقى هنا أقول the cat is next to the box. The cat is next to the box. Is next to the box. وفي برضو حاجة قريبة منها اللي هي near to. برافو برافو، أيوة. أزود لك أنا الحاجتين اللي أنا هزودهم. The cat is next to the box. وهنا above يعني أعلى. يبقى هقول إن القطة أعلى الصندوق، يبقى أقول the cat is above. The cat is above. The cat is above. The cat is above. The box. The cat is above the box. خدنا كمان أربع حروف جر بأربع جمل. The cat is between the two boxes. The cat is under the box. The cat is next to the box. The cat is above the box. أربع جمل جداد أهو. عندي بقى شباب، تسلم إيدك يا حبيبي. بص يا حبيب قلبي، وفي اكروس فروم برضه. انا عندي هنا في اكروس فروم، اكروس اوف، انطقها مفتوحه كده، اكروس فروم،
أو opposite. دي على الجهة المقابلة، يعني هتلاقي هنا cat وهتلاقي هنا box. هي كده في مواجهته بينهم في شارع مثلا أو فاصل، يبقى أقول the cat is across from the box أو the cat is opposite the box. عندي near يعني قريب وfar يعني بعيد. لما الاقي القطة قريبة من الصندوق لازقة فيه، مش next to، قريبة بس مش لازقة يعني، next to بتبقى لازقة فيها بالظبط. لكن هنا هقول the cat is near the box، القطة قريبة من الصندوق. far بقى لو عايز اقول بعيد عن، بقولها كده far from، far from. تمام، هتلاقي بقى cat هنا وبعيد خالص box. يبقى هنا نقول the cat is far from the box، بعيدة عن الصندوق. the cat is far from the box. دي الـ prepositions. طب ايه الفرق بين on و above؟ بص كده، لما انا اعمل لك table، خليني اقول ان الكتاب على الترابيزه. مستر above يعني اعلى. نقول the book is on the table، the book is on the table، فوق الترابيزه ولمسها. لكن above يعني اعلى فوق بس مش لامس. يعني مثلا لو عملنا هنا tree كده، اوكي، وهنا بيرد، يبقى هنا الطائر فوق الشجره بس مش لامسها، يبقى دي above. يبقى نقول the bird is above the tree، الطائر اعلى الشجر او فوق الشجر. the bird is above the tree. يبقى ده الفرق بين on و above. on لو الطائر ده وقف على الشجرة هتبقى on the tree، لكن فوقها ومش لامسها above the tree. بنسأل عن الحاجة مكانها فين ب where. where is your house، فين بيتك. عايز اقول فين المستشفى، where is the hospital، فين البنك، where is the bank، فين المدرسة، where is the school. اوكي، وير، اين، تسال عن المكان. نمبر 1 عندي هنا next to. next to قلنا يعني بجوار بجانب، يبقى هنا the cat is next to the box. in front of قلنا يعني امامه، يبقى the cat is in front of the box. between between واحد بين اتنين، the cat is between the two boxes. under under تحت، يبقى the cat is under the box. هبدأ بعبد الرحمن. my dad is the kitchen، يبقى فين؟ my dad is on the, in the kitchen. in the kitchen، في المطبخ، لانه مش فوق المطبخ، مفيش next لوحدها، اسمها next to. يلا بينا يا معاذ. a cat loves sleeping with my between the bed، السرير. our cat قطتنا likes sleeping with me، بتحب النوم معايا. between the bed ولا on the bed ولا in front of the bed؟ on on the bed، على السرير، بننام على السرير. محمد
I'm waiting for my friend in front of her house. الله الله على الأكسنت الجميلة. I'm waiting for my friend. أنا مستني يا صاحبتي. In front of her house. أمام منزلها. Nice accent يا محمد. Suhaib. Number four. We're playing a game. I'm hiding the door. Behind. الله عليك. I'm hiding behind the door. يعني أنا مستخبي خلف الباب. الدكتورة ملك. I like sitting the couch. الكنبة. On the couch. Bravo. I like sitting on the couch. بحب الجلوس على الكنبة. مازن حسام ولا مالك حسام؟ أحمد حسام. طب افتح المايك يا صديقي. أحمد حسام. He is standing. يعني هو واقف. The mirror. المراية. On the mirror. على المراية. ولا between the mirror. بين المراية. ولا in front of the mirror. أمام المراية. In front of. أيوة كده. He is standing in front of. In front of the mirror. أمام المرآة. دكتور يامن. يا مستر هي يعني ايه هايدين اللي فوقها دي؟ قلنا behind يعني خلف. لا هايدين في we're playing a game. I'm hiding ايدي. We're playing a game. احنا بنلعب لعبة. I'm hiding. انا مستخبي behind the door. خلف الباب. تمام. اوكي. The kids, أيامن, اتفضل يا أيامن. The kids are playing in the park. Excellent, nice accent. The kids are playing in the park. الأطفال بيلعبوا في الحديقة. برافو, برافو يا أيامن. لارا, يا شباب, الجمل دي في منتهى الأهمية. هتقروا معايا لارا بس كده, والباقيين وانت قافل المايك قول معايا. عشان الشباب معايا هنا عملوا لي ايه, انا طلبت منهم الجمل دول, ست جمل. اعمل لي كده رسمة بايدك او ممكن تقص الصور من اي كتاب وتعمل لي الجمل دي تكتبها بايدك كده, عايز اشوفها في الهومورك. The supermarket is a place where we buy food. الجملة دي بتيجي كتير في الاختيار وفي الترتيب. The supermarket is a place where we buy food. The supermarket. قولي يا جانا انت كده. The supermarket is a place where we buy food. Excellent. السوبرماركت ده المكان اللي بنشتري منه الأكل. طيب قولي معايا يا جوجو. The post office is a place where we send letters. The post office is a place where we send letters. برافو. بنخبي الدي هنا ونقول send letters. Send letters. يلا يا شباب قولوها معانا مرة كمان. The post office is a place where we send letters. The post office is a place where we send letters. حلو قوي الكلام. دايما قول بصوت عالي يا صديقي علشان لما تحب تستدعي المعلومة, لو كنت بتقولها بصوت عالي هتفتكرها أسرع. The school is a place where I learn. The school is a place where I learn. أيوة. ودايما اعمل linking كده, يعني ما تقولش is a place. لا, the school is a place على بعضها. The school is a place where I learn. The school is a place where I learn. Yes, المدرسة هي المكان اللي أنا بتعلم فيه. The shopping mall, ال-ING بخبي الجي, فأقول مش أقول the shopping mall, لا. The shopping mall is a place where I buy clothes and shoes. The shopping mall is a place where I buy clothes and shoes. الله الله الله. Nice accent, أحسن مني والله. The shopping mall is a place where I buy clothes and shoes.
The shopping mall is a place where I buy clothes and shoes. That's wonderful. The office, the yo, the yo. طبعا هنقولها دي علشان الاو فاول، فاقول the yo، حط لها ي في النص. The office is a place. The office is a place where my mom and dad work. The office is a place where my mom and dad work. يلا يا شباب قولوها معانا مرة كمان. The office is a place. The office is a place where my mom and dad work. بص انا قلت قول ازاي، قول the office. The yo. The office is a place. The office is a place where my mom and dad work. Where my mom and dad work. Where my mom and dad work. The hospital. The hospital is a place where we go when we are sick. The hospital is a place where we go when we are sick. جميلة. The hospital is a place where we go when we are sick. The hospital is a place where we go when we are sick. Yes, المكان اللي بنروحه لما نكون مرضى. Listen to me carefully. اسمعني كويس بقى علشان listening هنحل عليه بناء على listening اللي انت هتسمعه مني. لحظة واحدة هجيب الكتاب بس. ومكتوب عليه general exercise. ايه هنا عندكم في الكتابة شو عشان حتى دي مقصوصة عني. يا معلش كان في مشكلة عندي في المايك. اوكي. General exercise on ايه؟ On lesson 2. Listen to the unit 4. Oh, yes. Okay, listen to me back. There are two beds in my room. There are two beds in my room. There are two chairs and a table. There are two chairs and a table. The table is between the two beds. The table is between the two beds. There is a book on the table. There is a book on the table. يلا بينا. كان دور مين يا شباب؟ يامن بعدي أحمد عمر. أحمد عمر. أنا سرامي بعدي. يلا يا أحمد. ممكن تعالي صوتك شوية. There are three chairs in my room. True or false? True. بس هو قال في القطعة two chairs. يبقى هنا false. نخلي بالنا شوية نجم مصر. يبقى هنا كان في two chairs وهنا بيقول three chairs. يبقى دي false. أنا سرامي. The table is between the two chairs. True. True or false? True. في القطعة هو قال the table is between the two beds. يبقى دي true or false? False. لأن هناك قال بين السريرين. Between the two beds. The book is on the table يا حمزة. Number three. حمزة. نعم. The book is on the table. True or false? صح يا مستر. True, yes. عشان قال لي there is a book on the table. يوجد كتاب على الترابيزة. جميل. نمشي بالدور زي ما احنا. حد ما جاوبش خالص. أنا يا مستر لار. I live in a village next to the Nile. علي lives in the village next to the Nile. روعة. برافو. يبقى هنا number one. علي lives in the in a village. علي عايش في قرية next to the Nile بجوار النيل. هرجع من الأول تاني. اتفضلي يا جانا. The school is a place where we learn. Excellent. The school is a place where we learn. المدرسة هي المكان اللي بنتعلم فيه. معاذ. The supermarket is in front where
بص in front ليها بقية اسمها in front ايه؟ The Chauvin Wheel. لا احنا حرف الجر ده احنا لسه واخدينه اسمه in front فاضل له حتة ضمونة of أيوة the... اسمها ايه بقى معاذ؟ in front of يعني امام اقرأ بقى الجملة in... كلها in front of the post office يعني the supermarket office. Is in front of the post office السوبرماركت امام مكتب البريد احمد حسام بص يا جميل the hospital is between احنا قلنا between يعني ايه between between واحد بين اتنين او حاجة بين حاجتين يبقى لازم يكون في حاجتين او حاجات جمع بعد between دي يبقى between the shopping mall and the office المستشفى بين الشوبينج مول ادي المكان الاول and the office والمكتب ده المكان الثاني يبقى دي number four قول يا صهيب my mom and dad work at the office قول تاني At the office. يعني بيشتغلوا في المكتب. بعد كده ملك. يلا يا لوكا. يلا يا ملك. لارا. Yes, master. يلا. المستر لما جايبتش انت اللي بعديها يا عبد الرحمن I live in a village انا عايش في قرية I live in a village برافو لورا يلا يا عبد الرحمن Where is the hospital برافو عليك Where is the hospital بنسأل عن المكان ب Where is the hospital اين المستشفى Where is the hospital? Yamin? The school is next to the post office. الله عليك. The school is next to. نطق جميل. Nice accent. The school is next to the post office. يعني ايه الجملة دي يا يامن مش فاهم؟ عربي قول لي معناها بالعربي كده المدرسة جنب البوست مكتب البريد ايوه يبقى the school is next to the post office يعني المدرسة بجوار مكتب البريد thank you يامن يا ملوك انا عدت انده عليك كتير قولي دي افتح المايك يا ملك وقولي There are the house. لا there are دي يعني يوجد للجمع يبقى لازم حاجة جمع بعديها. Trees. بس نوصف بقى الأشجار الأول الصفة تيجي قبل الاسم يبقى there are tall trees يعني يوجد أشجار طويلة عالية. Behind the house خلف المنزل there are tall trees دايما there are يجي بعدها جمع there is يوجد يجي بعدها مفرد there are tall trees behind the house يلا محمد My name is Hannah. I live in Cairo. There is a shopping mall in my street. كمل بقى للآخر. There is a shopping mall in my street. I buy clothes and shoes from that shopping mall. I buy clothes and shoes from the shopping mall. بشتري منه الملابس والأحذية. It is
next to my school. برافو. It's next to my school where I learn. هو بجوار المدرسة حيث أتعلم هناك. برافو محمد. Thank you so much. يلا أنس. The cat is space the bed and the table. Between. برافو. Between لأن في حاجتين. قلنا between حاجة بين حاجتين. The cat is between the bed and the table. القطة بين السرير والترابيزة. أحمد عمر. There is a shopping next to the supermarket. اسمه shopping ايه؟ اسمه shopping ايه يا نجم؟ shopping mall اللي هو مركز التسوق. اوكي احمد حسام. The supermarket is next to the school. برافو. Next to the school جنب المدرسة. عبد الرحمن. We go to the hospital when we are sick. Nice accent يا بودي. برافو عليك. We go to the hospital when we are sick. بنروح المستشفى لما نكون تعبانين. يلا جنى. The post office is a place where we send letters. Excellent. The post office is a place where we send letters. مكتب البريد هو المكان اللي بنبعت منه الجوابات. ممكن نقول send letters نبعت الجوابات او ليها verb تاني اسمه post letters. نبعت الجوابات يعني send letters او post letters. يلا معاذ. We space clothes from the shopping mall. We buy. That's wonderful. We buy clothes from the shopping mall. بنشتري الملابس من مركز التسوق. صهيب. Number 7. Where is your house? Excellent. Where is your house? أين منزلك؟ ليه اخترنا where؟ لأن الإجابة بعدها بمكان. It's between two tall trees. هو بين شجرتين طوال. My name's حمزة. يعملها لي حمزة بقى عشان اسم. Punctuation. نعمل إيه ميزو هنا؟ M capital في بداية الجملة. M capital. My name. حمزة بقى بالإتش capital. اعمل هنا ايه بقى قبل الاس دي؟ اعمل ايه هنا؟ apostrophe واكمل my name's حمزة. اعمل ايه في كلمة حمزة؟ H capital. برافو عشان ده اسم انسان. خلصت الجملة بقى my name's حمزة. دي في نهاية الجملة يا شباب بنعمل ايه؟ period أو full stop. period نقطة أو full stop. ده اسم النقطة. period أو full stop. my name's حمزة. اسمي حمزة. دي statement جملة خبرية. لكن لو سؤال يبقى اسمه question وبنحط في آخر question mark. يبقى الجملة الخبرية اسمها statement والسؤال اسمه question. بس يا بود اقرا معايا صديقي. my town. my town. حد واحد برضو زي جانا كده. my town. my town. اتفقنا بقى جانا بس المره دي عشان ما نلخبطش بعض. وانت اقول وانت قافل المايك. given directions. given directions. الكلمه دي اسمها الاتجاهات. ممكن اقولها directions او directions. الاثنين صح. given directions. given directions. لما اقول لحد بيقولي where is the bank؟ فين البنك؟ وانا عايز اقول له امشي طوالي مستقيم كده. go straight ahead. go straight ahead. go straight ahead. go straight ahead.
جانا بس يا جماعه عشان ما نخبطش بعض. Turn right. No, straight on برضه. Turn right. بصي الان حتى نخبيها شويه نقول turn right. Turn right. واليو ار بعمل لها ضمه كده. Turn right. Turn right. Turn left. Turn left. Turn left. Turn left. Yes. خلي بالك هنا هو بيقول لك ان هو في الزاويه. لا كورنر مش زاويه. كورنر يعني ناصيه الشارع، على اول الشارع. يعني عايز اقول مثلا وير از ذا سوبر ماركت، وحد هيقول لي ان هو على ناصيه الشارع، يبقى اتس اون ذا كورنر. اتس اون ذا كورنر. اتس اون ذا كورنر. اتس اون ذا كورنر. ساعات لما حد بيقول لي مثلا فين المستشفى اقول له خد تاني يمين، خد تاني يمين، يعني خد تاني شارع يمين. دي اقولها ازاي؟ اقول take the second right. take the second right. take the second right. الدي ضعيفه ما باخدهاش. take the second right. take the second right. لما الاقي كونسونانت في اخر الكلمه ما اقولهوش. ينفع تعيد تاني بقى انها في الزاويه دي؟ ينفع اعيد ايه يا حبيبي؟ اللي هي الكلمه اللي كانت انها في الزاويه. It's on the corner. It's on the corner. تمام. طيب انت قلت حاجه ناصيه، قلت انها معناها ناصيه كورنر، يعني هي كورنر يعني الناصيه، مش يعني قصدي لما حد يقول لك زي ما قلت لك انت عايز توصف تقول على ناصيه الشارع او على اول الشارع، ما تقولش يعني اول. is on the corner. لا هي على بعضها حبيبي. it's on the corner يعني على ناصيه الشارع. it's on the corner. it's on the corner يعني على اول الشارع او على ناصيه الشارع، على بعضها كده. لكن اول لا، اول يعني first، لكن هي على بعضها زي ما قلت لك بتقولها في giving directions، في وصف اعطاء الاتجاهات تقول كده it's on the corner. هتقول خد تاني يمين take the second right، لو هتقول له خد تاني شمال take the second left. take the second left. هنقرا بقى هنا عشان نقول store. store. sports club. sports club. بص التي كلها سبورتس كلاب. سبورتس كلاب. سبورتس كلاب. مش عايز بقى حد يقول لي سبورتس، لا سبورتس كلاب. سبورتس كلاب. ستيشن. ستيشن. بصوا يا شباب ستاي يا لازم يبقى فيه ي كده في النص. ستاي. ما بقولش ستيشن، لا ستيشن. ستيشن. كأن في واي بعد ال بعد الاي. ستيشن. Station. South. South. عارفين الاتجاهات بتاعتنا يا شباب ال directions او ال main direction. North. South. East. West. Yes. North. No. North. South. North. South. South. West. 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 North. West. South. East. North. West. North, south, east, west. نعملهم معايا مرة كده. North, south, east, west. شمال, جنوب, شرق, غرب. North, south, east, west. North, south, east, west. Yes, good job. North, south, east, west. دي الـ main directions أو الاتجاهات الأساسية. Love, loved. Love, loved. Walk, walked. Walk, walk. بص ركز معايا كده في النطق، هنا loved بالدي، هنا walked بالتي في النطق. turn turned turned اخرها اد. turn turned turn turned come came come came. بص came 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 came. برضو هنا بص take، دايما اللونج اي ما بقولش take. take 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 took took
take took سي سو سي سو ساعات في ناس تغلط في توك دي يقول لك توك لا توك يعني يتكلم لكن دي اسمها توك توك شوف بقى الاكسبريشنز والبريبوزيشنز التعبيرات وحروف الجر عندي هنا near my house near my house بالقرب من منزلي طب لو عايز اقول بعيد عن منزلي حد فاكر انا قلتها far بختار. my house far my from my house excellent far from my house far from my house بعيد عن بيت on the other side on the other on the other side الشاطر بيقول كده بص on the other on the other side on the other side on the other side on the other side على الجانب الاخر on the other side يا شباب لما اجي اتكلم مع حد ما اعرفهوش او اتكلم مع حد اكبر مني في السن ما ينفعش ابدا كلامي كده على طول من غير ما اقول له اكسكيوز مي اكسكيوز مي انا قابلت حد في الشارع وعايز اساله فين المستشفى اروح داخل عليه كده واقول له فين المستشفى وير از ذا هوسبيتال لا اكسكيوز مي وير از ذا هوسبيتال اكسكيوز مي اكسكيوز مي وير از ذا هوسبيتال برافو كم تو Come to. لما تقول لأصحابك أشوفك بعدين. See you later. See you later. أبص see you later. يعني كأني مش هقول see you دي خط. See you later. See you later. See you soon. See you soon. عدة تاني. See you later. See you later. بص كأني ما فيش you. See you later. See you later. See you soon. See you soon. ما سمعت مني يو لا see you soon see you soon see you later see you later thank you thank you thank you thank you thank you thank you بص بقى thank you thank you thank you thank you thank you برافو Listen to me carefully عشان ده آخر حاجة الـ reading I love my town بحب مدينتي it is small مش هقول it is small لا it is small but it has stores هي صغيرة but it has stores لكن فيها متاجر محلات offices مكاتب a school and many other places A school and many other places. فيها مدرسة وأماكن كتير تاني. It is a good place to live. To live. To live. تو صغنونة تأكد. It is a good place to live. هي مكان جيد للمعيشة. I walk to school every morning. I walk to school every morning. بتمشى للمدرسة كل صباح ده معناه ان انا I go on foot ان انا بروح on foot على رجلي يبقى لما يقول لك walk to a place ان انت بتروح ماشي ده معناه ان انت بتروح on foot I walk to school every morning بتمشى للمدرسة كل صباح My school is next to the hospital مدرستي next to the hospital بجوار المستشفى next to the hospital وجنب المستشفى ونقف عند الكاما ما ينفعش بقى تقول next to the hospital there is a park لا next to the hospital there is a park وتركز على البي بتاعت park لان انت لو قلت park تبقى معناها ينبح يهوهو الكلب park لكن الكلمة بتاعتنا اسمها park there is a park I often play football وما تقولش فوتبول عشان الناس كتير بيغلطوا فيه I often play football in the park with my friends عادة أو غالبا بلعب فوتبول مع صحابي in the park في الحديقة near my house بالقرب من بيتي there is a supermarket يوجد supermarket it is
It is between the station and the sports club. It is between the station and the sports club. بين المحطة والنادي الرياضي. The shopping mall. ما بنطقش الجي. The shopping mall. Shopping. بص آخر حاجة الآي. The shopping. هدخلها في اللي بعديه. The shopping mall. The shopping mall is on the other side of the station. The shopping mall is on the other side of the station. مركز التسوق على الجانب الآخر من المحطة. So, ما تقولش so. So, the station is between the supermarket and the shopping mall. لذلك, the station, المحطة, is between, بين, the supermarket and the shopping mall. بين السوبرماركت ومركز التسوق. My dad's office. مكتب بابا. My dad's office is in front of the park. مكتب بابايا أمام الحديقة. It's next to the post office. هو بجوار البوست اوفيس بجوار مكتب البريد. Hi دينا. I'm so happy you are coming. You are. I'm so happy you are coming to my house today. أنا فرحانة أوي إن أنت جاية بيتي النهاردة. Here are some directions. وإليك بعض الاتجاهات. From the corner of the South Street with Latif Street. من على ناصية الشارع الجنوبي المتقاطع مع شارع لطيف. Go straight ahead. امشي جوالي. التاني كلمة دي اللي قادي ستريت اسمها ايه؟ South Street. لا التانية ال ايه؟ لطيف ستريت اسم حد شارع لطيف. زي شارع احمد عرابي مثلا تمام؟ South Street with Latif Street. Go straight ahead. امشي طوال. Take the second right. خد تاني يمين. عبد الوهاب ستريت لشارع عبد الوهاب. Go straight ahead. وبعدين امشي طوال. Turn left at the supermarket. لف شمال من عند السوبرماركت. My house is between the supermarket and the school. بيتي بين السوبرماركت والمدرسة. See you soon. فريدة. أشوفك بعدين يا فريدة. هنا هستأذنك في الهومورك بتاعك تسيب سؤال الليست ده بس. لسه اقول جو ستريت بس وانت قول جو ستريت اون. نعم؟ انت قول جو ستريت بس وجو ستريت اهيد او اون. ينفع تقول جو ستريت فقط وينفع تقول جو ستريت اون جو ستريت اهيد كله صح. انت قول دي وانت قول دي. نعم؟ انت بقى قول جو ستريت اون وانت قول Go straight on لما تكون ماشي بالفعل تمام اللي بيسألك ماشي فعلا وهو ماشي بيسأل اوكي قوله كمل يعني go straight on كمل طوالي لكن لو بقوله بقى هو واقف اقوله go straight ahead انا قصدي لما اقول go straight بس go straight برضو وانت واقف بتوصل عندي دول هوم ورك يا شباب بقى بيج 209 210 وفي البوكلت عندي دول near right left club bank store station go straight بس هنا شباب هنقف عند بيج 112 وهنا عند 210 It was my last sentence today. Our session has come to the end, and when we finish, we always say goodbye.